طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ابرز الاحداث على الساحه العراقيه، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمه الواتساب. فاصل ونعود اليكم. والله لا يستهدفون اصلاح هذه الثغره او هذا الرجل الفاسد هنا او ذاك، انما يستهدفون المشروع الاسلامي، انما يستهدفون الاسلام، ويتحدثون أن هؤلاء الإسلاميين يجب أن يبتعدوا عن مواقع المسؤولية. يعني هسه السيد المالكي طلع لي قام يحشي لي التجربة الإسلامية ويرد نظر التجربة الإسلامية، هي وين التجربة الإسلامية حتى يريد العلمانيون أن يهدموها؟ التجربة الإسلامية بفقدان الموصل، التجربة الإسلامية بانفكاك الناس عن المساجد وانفصال الشباب عن الصلاة والهزل والسخرية بعلماء الدين، التجربة الإسلامية بهذا الكلام الهائل وبهذه الفضائح. هو يقول لأنه أكو إعلام هائل دا يشوخه، أنت أيضا عندك إعلام، ما شاء الله العراقية كانت ملكك، كم آفاق بعد إعلامكم، وينه إعلامكم الفاشل؟ دليل على أنكم فاشلون بالجوهر. إعلامكم الفاشل على أنكم فاشلون. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يوم أمس أعلن القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي في بيان إنجازات حزب الدعوة، ما أسماها إنجازات حزب الدعوة في 13 عام التي شارك في حكوماتها، التي أطلق عليها بأنها حكومات وطنية من قيادي حزب الدعوة من العام 2015 لغاية العام 2018 مع بقية الأحزاب كما أسماها. هناك قال الكثير من الإنجازات، ومن هذه الإنجازات يعني كما أشار نذكر ما يأتي. أولا قال المشاركة الوطنية في الحكومات الوطنية. قال لم يمارس حزب الدعوة دور حزب السلطة، وإنما اشترك مع أكثر الأحزاب المنتخبة في تشكيل حكومات الوحدة الوطنية، ولم يشترك قال في كل حكومة من هذه الحكومات بأكثر من وزيرين من أعضاء الحزب فيها. الإنجاز الثاني كما قال التعاون لتحقيق الإنجازات التي تحققت في العراق. ما أعرف شنو هالإنجازات، طبعا راح نجي إحنا نتحدث بالوثائق وبالأرقام حول كل نقطة. يقول الإنجازات التي تحققت في العراق كانت نتاج الجهود المضنية والتعاون بين حزب الدعوة مع بقية الأحزاب، وكذلك فإن الجميع يشتركون في الأمور الأخرى. النقطة الثالثة يقول تحقيق إدارة الشعب في الحكم، دور حزب الدعوة انصب في تخليص الشعب من طاغيته وحزبه والدكتاتورية، فنجح في ذلك وساهم في أن يكون الشعب بدلا من الدكتاتور هو الذي يقرر مصير العراق وينتخب حكومته عبر الانتخابات الحرة وليس عبر الانقلابات العسكرية. ما أعرف، الظاهر حزب الدعوة هو اللي جاب جيش وأسقط نظام صدام حسين مو الأمريكان. المهم نجي عليها ونسولف بها. النقطة الرابعة يقول الحفاظ على وحدة العراق وسيادة العراق. يقول ساهم الحزب حزب الدعوة في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته الكاملة، ووقف ضد مشاريع التقسيم التي تبنتها بعض الأحزاب. النقطة الخامسة يقول تخليص العراق من آثار الحروب العدوانية التي شنها النظام السابق، وساهم الحزب في تخليص الشعب من آثار الحروب العدوانية التي نفذها نظام الطاغية كما أسمى. النقطة السادسة يقول إنهاء الاحتلال الأجنبي. يقول أنجز حزب الدعوة إنهاء الاحتلال الأجنبي للعراق بخروج القوات الأجنبية عام 2011. النقطة السابعة استقرار الوضع الأمني كما قال، عمل الحزب على استقرار الوضع الأمني في العراق بالمساعدة في دحر الإرهاب والوقوف ضد المؤامرات على الوطن. النقطة الثامنة يقول دعم حقوق الإنسان. يقول دأب حزب الدعوة بإيجاد المحيط الذي يتمتع فيه الشعب العراقي بحقوقه وحرياته التي سلبتها الأنظمة السابقة في التعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب والحركات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وفي اعتناق الأديان والمذاهب. النقطة التاسعة يقول حصر السلاح بيد الدولة. يقول دعم حزب الدعوة إنهاء التشكيلات غير القانونية
في المجتمع العراقي ولم يقم بانتهاك القوانين أو ممارسة الابتزاز والضغط على الناس. النقطة العاشرة، يقول القضاء على الفتن والتمييز بين العراقيين. يقول ساعد الحزب على القضاء على الفتن وتحريم التمييز الطائفي والعنصري والمناطقي التي حاول الأعداء تأجيجها. نقطة الـ 11، يقول القضاء على مصادر الإرهاب. ساعد الحزب بكل إمكاناته للقضاء على الإرهاب البعثي كما أسماه والقاعدي والداعشي. النقطة 12، يقول رفع المستوى الاقتصادي للبلاد. دعم الحزب رفع المستوى الاقتصادي للمواطن بحيث ارتفع معدل حصة المواطن من الناتج الوطني من أقل $1,000 سنوياً قبل عام 2003 إلى أكثر من $7,000 سنوياً عام 2018. النقطة 13، يقول سعى الحزب لمكافحة الفساد حيث لم يؤسس هيئات اقتصادية ولم يمارس الاعتداء على أموال الدولة كما قال أو الناس، ولم يستخدم الابتزاز المالي أو الاقتصادي لتحصيل المال. الحزب كان ولا يزال، يقول، يحاسب كل من تثبت عليه تهمة الفساد المالي من أعضائه. نعم. 14، تقوية العلاقات بين العراق ودول العالم. يقول دعم الحزب انفتاح العراق في علاقاته مع أشقاء العرب والدول الإقليمية ودول العالم الأخرى وفق أسس التعاون والمصالح المشتركة. نقطة 15، يقول الحزب الدعوة دعم الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية للبلاد ونزاهته. 16، يقول إنهاء معاناة النازحين. إنهاء معاناة النازحين، يقول دعم الحزب إنهاء معاناة النازحين من جراء الإجرام والإرهاب الداعشي للعراقيين. نقطة 17، يقول الحفاظ على استمرارية العلاقات مع الأحزاب والكيانات العراقية. يقول حافظ الحزب على علاقاته القوية مع الأحزاب والكيانات السياسية العراقية وتقوية الفرصة على أعداء العراق الذين يعملون لتفريق الصف وإيجاد الفتن والبغضاء بين العراقيين. ولم يسجل على الحزب خلال 62 عام، يقول، من عمله أي معركة حدثت بينه وبين أي حزب أو كيان عراقي ما عدا التصدي لحزب البعث المباد. نقطة 18، يقول الأهداف التوعوية والثقافية والسياسية. يقول نهض الحزب بوعي العراقيين الإسلامي والسياسي والثقافي والمقاومة لأعداء العراق والاستمرار في تنمية البلد في كل مجالات التنمية. المكتب الإعلامي للدكتور وليد الحلي، الأربعاء 16/3/2019. هذه إنجازات حزب الدعوة للعراق والعراقيين من عام 2003 لغاية 2018. أريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين وإلى آرائكم حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو محمد من الديوانية. تفضل أبو محمد. شلونك أخوي عمر؟ شلون صحتك؟ حياك الله يا أهلا بيك أخوي. إذا تعدد إنجازات حزب الدعوة، إنجازاته صغر في يد الحصان. لا. ماكو إنجاز له. وين مجانية التعليم؟ وين من النفط؟ وين هذا؟ ماكو شيء، ماكو شيء. شنو سوى؟ زرعنا الفتنة الطائفية بين إخواننا. يعني شنو حصلناه من حزب الدعوة؟ شنو اللي حصلناه؟ ما تقول لي شنو حصلناه؟ هاي ما عم شو تسوي؟ قسمتنا هاي. زين؟ نعم. يعني شو؟ وين؟ نعم. هذا الإدعاء من قبل حزب الدعوة، شو تفسره أنت؟ يقول لك سوينا وبنينا نعم كله كذب كذب. واحنا احنا احنا قاعد نعيش الواقع. احنا الشعب قاعد يعيش الواقع. وهاي الاسواق الميته، وهاي الوادم البطاله كتلتها، وهاي الوادم ضاله بالفتن وضاله بالسوالف الدقات وما شلون. واحنا ضالين وين نط وجوهنا؟ ما تقول لي الزمره جابتها ان امريكا على ظهور الدبابه الامريكيه وكذا نبيه. زين؟ نعم. نسأل الله ان يخلصنا من هالزمره اللي جت على ظهر الدبابه الامريكيه. اللي جت على ظهر الدبابه الامريكيه وهسه ينادون شلون تطلع امريكا من من البلاد. شلون تطلع؟ هم اجوا على ظهر الدبابه الامريكيه ونسرون شكليت. زين؟ وكلهم لصوص وعملاء، وكلهم عملاء لاهل. زين؟ نعم. شو تسوي؟ ما تقول لي ان شاء الله الله يسوي لنا حل. ان شاء الله ان شاء الله الله يسوي حل للشعب هذا ان شاء الله. ونعم هذا المسكين الاسواق ميته. نعم.
أنا أشكرك أبو محمد من الديوانية كان معنا. طبعا نجي عليها النقطة نقطة، يقول لم يمارس حزب الدعوة دور حزب السلطة وإنما اشترك مع أكثر الأحزاب المنتخبة في تشكيل حكومات الوحدة الوطنية. يعني إحنا كنا نتذكر أنه بال2006 لما صار تفجير المرقدين وكان إبراهيم الجعفري وهو قيادي في حزب الدعوة كان رئيس للوزراء رفض إعلان حالة الطوارئ وتجنيب البلد الحرب الأهلية في ذلك الوقت والحرب الطائفية، وهذا بشهادة أقرب المقربين إليه من ضمن المستشار موفق الربيعي. نوري المالكي اللي ظل متشلب بالسلطة لغاية يعني ما أزيح منها بتدخلات خارجية، واتهم الجانب الأمريكي بأنه يعني مثل ما الأمريكان جابوه واتفقوا عليه بال2006 خلفا لإبراهيم الجعفري، وخالف الدستور بال2010 ورفض نتائج الانتخابات، وكان في وقتها قائمة إياد علاوي هي الفائزة، وبعدين سووا لهم فرارة في المحكمة الاتحادية وقالوا لا الكتلة الأكبر هي لها حق الشكل الحكومة مو القائمة الفائزة في الانتخابات، وظل متشلب بالسلطة وخرق الدستور بال2010، وبال2014 رفض يتنازل عن رئاسة الوزراء وكما أشرنا بتدخل خارجي وبضغوطات حتى تم استبداله بحيدر العبادي. في عهد المالكي لفترة طويلة كانت المخابرات والداخلية والدفاع لأشهر عديدة تدار بيد المالكي وكالة، وكذلك الكثير من المناصب الرسمية والإدارية. حدث عن وزارة الدفاع، كم قائد فيلق من حزب الدعوة؟ أغلب القيادات من حزب الدعوة. الوزارات حتى وإن كان الوزير منتمي إلى غير تيار أو إلى غير حزب، فالمسيطر أو المسيطر على الوزارة هو حزب الدعوة تلقاه، حتى وإن كانت الوزارة يعني تابعة إلى أحزاب أخرى. وراح نجي عليها النقطة نقطة، وبالأرقام وبالوثائق وأغلبها أرقام حكومية ودولية. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أم أزهار، شنو رأيك بهاي 18 إنجاز حققنا حزب الدعوة على مدى السنوات الماضية؟ شنو رأيك أنت بهالإنجازات؟ حزب الدعوة أصلا أنجز كل هاي المنجزات بصورة صحيحة وعظمى، وبحيث الدولة نمت وصار بها زراعة وصار بها تجارة وصار السجون كلها طلعها والمدارس بناها. هي أسعد حزب في هذا العالم هو حزب الدعوة، هو حزب عميل لأمريكا وإسرائيل وإيران، إيراني عميل إيراني حزب الدعوة، ومن فجر الإمام العسكريين هو الجعفري، هو كان موجود هناك، ومن قام بتفرقة العراقيين والطائفية هو المالكي، ومن سرق العراق وهو المالكي، ومن أضمن سنوات سرق العراق وملأ السجون كلها الشباب اللي كل شيء ما عندها وحزب الدعوة، ومن من 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 حشد الحشد هو المالكي وأهل العمايم، ومن أخذ الموصف هو المالكي، هو بإدارة المالكي من مؤامرة كبيرة، هو اللي حطم الموصل ودمرها ودمر أهلها. وهاي الإنجازات العظيمة اللي قام بها حزب الدعوة والعميل الإيراني المالكي، فهم ما يستحون يقومون يطلع على التلفزيون، ما يستحي هذا المالكي الحرامي يطلع على التلفزيون، ما يخجل، هو باقي العراق ومن نهب وسلب العراق وأمواله في الخارج، ومن قتل العراقيين، ومن السجون مملوءة بالناس اللي ما عندها أي شيء، كلها هذه كلها فارغة ما عندها أي شيء، وإنما لأنهم يتهموهم بالبعثيين. ومن 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 دمر العراق هو وجماعته اللي كانوا معارضين على حزب صدام حسين،
البعث، ومن ساهم في قتل الناس وجوعهم فهو المالكي. بعد شنو اللي هو سوى المالكي حتى يطلع بالتلفزيون ويقول انا حزب الدعوه كذا وكذا وكذا، وهو جزء من الاجزاء احكام حزب الدعوه اللي هم خايفين، لانه اكو قياده ثانيه قاعد تشتغل وتنهض حتى تخرب الجيل هذول. انا اسكت ام ازهار. نعم ام ازهار من بغداد كانت معنا اتصال. احمد من الناصريه، تفضل احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا استاذ، حياك الله. حياك الله يا اهلا بيك استاذ. هي مو هاي المصايب، تعال شوف المصايب عندنا بشرفي وداحتك من الناصريه، هاي وحده. نعم. تعال شوف صعد وياي معمم بالسياره. نعم. بحزب الدعوه قال لي تدري شنو شغلك؟ قلت له شنو شغلك؟ رواني هويته عقيد. نعم. عقيد استاذ، عقيد مطيله رتبه عقيد، وهو معمم بلا في كم شارد هارب ليرات. نعم. مصايب يعني، الله كريم، بس الله بقى عندنا ترى. ونعم بالله. زين شنو رايك بالانجازات اللي اعلنها حزب الدعوه؟ يا اخي هاي انجازات مصايب، رفحه انجازات ايه وانجازات. نعم. رفحة يا غيرها، القتيل السلب النهيب، يا تعال مصيبة مصيبة. نعم. الله كريم، أشكرك. ونعم بالله. أنا أشكرك أحمد من الناصرية، حياك الله يا أهلا بك. النقطة الثانية يقول التعاون لتحقيق الإنجازات. والله خلينا نشوف الإنجازات بالأرقام. يعني اللجنة البرلمانية في نيسان، اللجنة المالية البرلمانية في نيسان من عام 2015 إيش قالت في تقريرها؟ قالت أكثر من 360 مليار دولار ذهبت إلى جيوب الفاسدين في عهد حكم حزب الدعوة إبان رئاسة الوزراء لنوري المالكي. 360 مليار دولار، هذه إحصائية للجنة المالية البرلمانية في العراق، ما جاء من برا. نفس اللجنة شو تقول؟ تقول 48 مليار دولار ذهبت لحماية المسؤولين، وتقول كذلك 27 مليار دولار في عقود التسليح وإنشاء مستشفيات وهمية. هذه بالنسبة لنقطة الإنجازات. طبعا يعني موضوع الفساد يعني حدث ولا حرج. العراق من العام 2003 ما شاء الله وطالع بالسلم. هسه احنا يعني بال 2012 13 و14 ولغاية الآن العراق من ضمن أكثر الدول فسادا في العالم بحسب إحصائية منظمة الشفافية الدولية. نعم، معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. مرحبا بالعراق وأهله. يا أهلا بيك. اللهم أعد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم. آمين يا رب. أستاذ عمر، لو على كل وحدة أعطي بها حلقة ما تكفي. صحيح بالضبط. بس أنا مواكب حزب الدعوة تقريبا من سنة 77 ولا اللحظة. نعم. وعندي معلومات ما تخلص، يعني حلقات ما تخلص. نعم. إنجازات حزب الدعوة الطائفية. نعم. اللي حسين بركة الشامي صار رئيس الوقف الشيعي اللي 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 باق ملايين، وجامعة البكر أخذها وخلاها بجيبها وسواها باسمه، انسجن سنة عدم التنفيذ. وأما إذا طفل يسجن باكتك لسي ينحكم سنة. أنا عندي كان أصدقاء وياهم بالعمل العسكري. حزب الدعوة ثلاث أنواع: حزب تنظيم العراق، وحزب تنظيم الخارج، وحزب تنظيم ولاية الفقيه. كان في السلك العسكري الجهادي، يسموه جهادي، يقول أنا احنا كنا شباب. وقال له ها في زمان صدام حسين، بالمناسبة قبل لا أذكر هاي. نعم. في 77 هم رفعوا السلاح بوجه السلطة وباشرة وبالتفجير، إلى انتفاضتهم اللي هي 79 هم باشروا وقالوا لهم أنتم عندكم حزب، خلي يكون حزبكم للعراق وللعراقيين. ولكن كل القادة كلهم في إيران، مثل مرتضى العسكري والكاظم الحائري وسيد سامي البدء، وكلهم بإيران وأصول إيرانية أكثرهم، وحتى الفرح إيش يسمونك زندية علي الأديب، أكثرهم أصول إيرانية وهم كلهم
وحتى كان ترى مو من بني مالك القبيله العربيه الاصيله، حتى المالكي رجال اصلا كردي بفيلي مع احترامات كل الناس. فذولا ما يهتمون للعراق شنو، هم اللي مددوا الحصار، مددوا الحصار وكانوا يتوسلون بامريكا وبريطانيا استمراريه الحصار. وحتى بعضهم اعترضوا، يعني القائد اللي بعضهم قالوا بابا انتوا لا اكو فالسمكة بهاي البحيرة خبيثة، انتوا لازم تقتلوا كل السمك من اجل واحد اهل يخزون العراق. فانا ما يعني شوف التعزيه مثل ما تفضلت تفجير الامامين، وما وخلى هو الا كلمه قال، يعني هو الجعفري هو اللي الجيش المهدي وهو اللي وقفوا العصائب. وبعدين عنده كلمه حتى اخلص من كلامي، نعم قال احنا ما احتكر، نعم هو ما احتكر الدوله، العامري اصلا دعوه، الصدر وغيره اصلا دعوه، يعني كل الاحزاب الشيعيه بالاساس انا اعرفهم اعرفهم شخصيا، نعم هم اساسهم تنظيم الدعوه وانشقوا وصاروا كل يوم، يعني كل الجهه اللي من الدعوه تبدلوا اسمائهم ولكن بقوا بالدعوه. فهم حصل ما يديرون، احنا ايش علينا بكلامه؟ يا جماعه الخير اذا هو صادق شوف على الارض شنو هي. نعم انا جاي اقول خدمت اي جزاك الله خير، انا مو بالحكي، هو احنا جاي شوف احنا ما نريد نقول زين ومو زين، خلي شوف مو انت حكمت وصرت رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير القوات الامنيه ورئيس الوزراء ورئيس وعندك وزير الداخليه، استوت زين ضاعت الموصل، يعني بس مصيبه واحده ضاعت الموصل استوت. يعني لو واحد اريد امن اقول لو كان ابو علي يقول الحفاظ على وحده العراق وسيادته، يعني اكثر من ثلث مساحه العراق سقطت في عهد حزب الدعوه بيد داعش. مو بس هاي استاذ عمر، يعني اني هم اتفقوا بالاساس اتفقوا الاكراد، شوف الاكراد اذا يسيطرون، يعني انا اقصد الحكومه يا ناس او الشيعة الاسلام السياسي اذا يسيطر ما عنده رحمه يفلش ويقتل، وكذلك الاكراد هذول هم تقسموا الكردي جايزه وهو المستفيد، يعني الدوله يعني حكومة قليم كردستان أقصد، هذا هم إلى ما لا تبع قبل أربيل وتركوا سليمانية وبعد أي طالب. والشيعة الإسلام السياسي شو يسوي حتى من أجل يبقى بالصوت أكثر ويقتل أكثر ويبوق أكثر وينهب أكثر، يرضي المن يرضي الكراد، وبقوا العراقيين الأصلاء العرب الأصلاء سواء كانوا من الشيعة أو من السنة ملعوب عليهم ومشردين. وانا اقول لك يا حزب الدعوه والله ما تقوم لك القائمه وسيحاسبك التاريخ يا حزب الدعوه، انا واي عندي اصدقاء منهم اكو ناس طيبين بس لبوا على صفحه واكو كوادر علميه. وانا اقول لك يا حزب الدعوه صدام حسين من كان يعدمكم ليش؟ لان انتم ما عندكم ولا للعراق، هسه انتم ثبتوا من حكمت سويتوا بالعالم. ليش انا اسال سؤال، عندي احد الاخوه ابوه شهيد قلت له ليش؟ قال ابوي جاي بتريله باطراف الشعب اسلحه. قلت له يحق صدام حسين يعدم ابوه؟ قال ليش يعدم؟ انا سكيت. قلت له يا حس لو بهاي المكان واي مكان في الدوله في اي دوله عندك اسلحه من تريله اسلحه نعم كلك فيها رمان وصواريخ. نعم ابو علي يعني هو اذا رجعنا شويه للتاريخ نعم أنا أشكرك أبو علي، إحنا إذا رجعنا شوية أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كلامنا، إذا رجعنا شوية يعني تفجير سفارة العراق في بيروت كنا نتذكر في بداية الثمانينات، تفجير الجامعة المستنصرية اللي راح ضحيتها طلاب وناس أبرياء يعني بين قتلى وجرحى، وتفجيرات كثيرة هذا بالثمانينات ويقول لك إحنا ما رفعنا السلاح على أحد فقط على حزب البعث، هو ما رفعوا السلاح على الشعب. يعني أنت ما تجي تفجر سفارة بها ناس مدنيين أو تفجر جامعة، ومو بس الجامعة، يعني الجامعة ثاني يوم بالتشيع هم ضربوا المشيعين الطلاب. فما شاء الله يعني تاريخ حزب الدعوة يعني مرد، يعني هي الأرقام والوثائق تتحدث. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك.
أشكرك جدا، تحية لك لقناة الرافدين ولسادة المشاهدين، وحيي أخ أبو علي من كربلاء. حياك الله يا حليم. شنو رأيك بالإنجازات اللي أعلنها حزب الدعوة؟ والله أولا أخي عمر خليني أعطي نبذة عن الإسلام. هو يقول إحنا أبو عبد الله والله العظيم الوقت جدا ضيق وعندنا اتصالات، فأريد نستفاد من وجودك معنا، رأيك مباشرة. بكل تأكيد بس أعطيني لحظات بس يا أخي. هو عندما يقول حزب الدعوة يدعو إلى ماذا؟ هذه أول شيء، لأن إحنا عندما نقرأ رسالة الإسلام الله أرسل كل الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل جاءوا برسالة واحدة، أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن الله حذر في القرآن قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأخي الكريم حزب الدعوة يدعو إلى لطميات إلى شركيات وخزعبلات، ولكن نختبرهم، نختبر إسلامهم، لأن يقول مشروعنا الإسلامي مثل ما قلت الآن، حكموا من 2003 إلى الآن، نريد نختبر ما فعلوه وما يقولوه. يعني مثلا همام حمادي يقول الحرية الذي أنتم فيها يا شعب العراقي يحسدوكم كثير من دول الجوار. أي حرية؟ واحد علاء مجذوب هو شيعي فقد انتقد إيران وقتلوه. لكن بالنسبة أخي بالنسبة للبعثيين، أنا كنت في العراق، أنا طالب في جامعة بغداد، 80% من البعثيين كانوا شيعة، لكن يوم جاء الأمريكان انقلبوا إلى ميليشيات. يعني هذه حقيقة وواقع، حتى مصربي أيام صدام حسين كلها من جنوب، يعني كانوا يغنون، يعني أنا هذا شفت، أنا عشتها. لكن أخي الكريم نحن مثل ما قلت الله حزب الدعوة حزب يعني حزب يعني كل عقائدهم خرافات وشرك، يجب أن أتباع حزب الدعوة أن لأنه مثل ما قلت أن يرجعوا إلى رشدهم، وإن عقيدتهم كلها خطأ في خطأ، لأن الله عز وجل في القرآن يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وآيات كثيرة. نعم أنا أشكرك أبو عبد الله، لأن كان معنا اتصال أبو مصطفى من السويد. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم أخ عمر. حياك الله يا أهلا بك. تحية لك أخي وتحية لقناة الرافدين. يا أهلا. والله يا أخ مصطفى حزب الدعوة تاريخهم غير مشرف، كل أعضاء تاريخ حزب الدعوة غير مشرف. فأنا حختصر لك فتشي كلمة نبذة عن وليد الحلي. نعم. وليد الحلي بالعراق عرفوا اسمه وليد الحلي. هذا بلندن اسمه وليد زعرج، ولو استغفر الله يا رب يعني لا اكرام لكم رب العالمين، بس هو ما حد يعرف وليد الحلي، يقول وليد زعرج عرفه، لان هذا ويا ابراهيم الجعفري كان يشيل الجنطه مالته ويفتر وقاعد ببيت مال البلديه بغرفه وصاله، يعني يجي غرفه وصاله هو ومرته. تدري ايش قد استفاد هذا من الدوله بورك؟ اخذ ارقى فيله بلندن حتى مسبح بيها، تعرف؟ مسبح حتى تقعد زوجته تلبس المايو، وان كانت تلبس المايو. قام تلبس المايو وصار عنده اسطبل مال خيل، اسطبل مال خيل حتى يفتر فيه من ارقى الخيول. نعم. اللي كان حش السامع والمشاهدين اللي حمار ما عندهم كانوا هذول، حزب طائفي، حزب مجرم، حزب ارهابي، اجى للعراق دمر. او حزب على فكره هو مو عراقي، اساس ايران صار للعلم، يعني للعلم، يعني هو حزب مو عراقي، حزب ايراني، ويفتخرون ما يستنكفون، يقول لك لا احنا ولاءنا لايران، هم ما عندهم اي ولاء. جيب لي واحد شريف من حزب الدعوه عنده ولاء للعراق. نعم. شوف من جو ايش سووا، قتلوا كل الشرفاء، ايش اكو ضابط، ايش اكو طيار، ايش اكو مهندس، ايش اكو كاتب، حتى هذا علاء مجذوب هو الرجال شيعي. نعم. هم قتلوه، ما يريدون، ما عندهم، ما يحبون اي نفس طائفي، هم ما يريدون يحبون اي واحد وطني، نفس طائفي عندهم، طائفيين بامتياز. نعم. الو اسمعك ابو مصطفى. معاك يا اخ عمر. فيعني لا يترجى واحد من حزب الدعوه اي شيء، هذول ناس يعني استغفر الله تحكي عليهم قليل، فالله ينتقم من عندهم بالدنيا وبالاخره، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم. واشكرك، ما بطيل عليك اخ عمر، لان اكو هواي امور. نعم انا اشكرك ابو مصطفى من السويد كان معنا. الحفاظ على وحدة العراق وسيادته كما ادعى حزب الدعوة، وكما أشرنا بأنه بـ 2016 اللجنة الأمنية البرلمانية في العراق حملت رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وقيادات عسكرية مرتبطة بحزب الدعوة المسؤولية الكاملة عن سقوط مدينة الموصل ومدن أخرى عراقية بيد تنظيم داعش. هذا الحفاظ على وحدة العراق وسيادته. نقطة أخرى يقول إنهاء الاحتلال الأجنبي، زين انتم اذا انهاء الاحتلال الاجنبي
ليش هسه جايين تحشون يقول له تعال طلع القوات الأمريكية من العراق إذا أنتوا أنهيتوا الاحتلال؟ الاتفاقية الأمنية بال 2011 اللي خلت سيادة العراق بيد الأمريكان عادي يفوتون ويطلعون ويحشوا لك بالسيادة. وقبل مدة قصيرة نزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة البغدادي، نزل بطيارته هو وزوجته وزار جنود الأمريكان لهناك، حوالي 5000 جندي موجودين في القاعدة، وشافهم وطقوياهم صور وراح. هذه السيادة اللي يتحدثون عنها، يقول لك أنهينا الاحتلال الأجنبي في العراق، واليوم يقول لك والله لازم يطلعون الأمريكان وإذا ما طلعوا نقاومهم. هذه يعني نقطة مغالطة للواقع وضحك على الذقون. استقرار الوضع الأمني، يعني كنا نعرف أنه إحنا مع الأسف من العام 2006 مع اندلاع الحرب الطائفية ولغاية يعني دخول داعش وفي قبل سنتين تقريبا، يعني الوضع الأمني في العراق مع الأسف التفجيرات والاغتيالات ما زالت مستمرة لغاية اليوم من قبل الميليشيات، تفجيرات من قبل داعش ومن قبل تنظيمات ما نعرفها، الجماعة يزاعلون بيناتهم، ثاني يوم تلقى صايرة تفجيرات بهاي المنطقة وبديش المنطقة. يعني إحصائية تقريبا الأمم المتحدة كل شهر كانت تعطي يعني بين 2000 و1500 قتيل وأكثر من 2000 قتيل. هذا استقرار الوضع الأمني اللي يتحدث عنه. دعم حقوق الإنسان، يعني دعم حقوق الإنسان حدث ولا حرج، يعني بحسب اللجنة البرلمانية الأوروبية اللي مسؤولة عن ملف العراق تقول في عهد المالكي كان هناك أكثر من 100,000 معتقل في سجون سرية مرتبطة بنور المالكي وبحزب الدعوة، أكثر من 100,000 معتقل. وهذه الإحصائية موجودة لغاية الآن مع الأسف، المعتقلين المغيبين في السجون وشتى أنواع العذاب والتعذيب. كذلك أنه اتهمت ويكيليكس نور المالكي أنه سلم الموساد الإسرائيلي وسلم المخابرات الإيرانية قوائم بأسماء لكفاءات عراقية ولعلماء عراقيين ولضباط عراقيين خاصة الطيارين، سلمهم هذه الأسماء والقوائم وتم تصفيتهم من قبل المخابرات الإيرانية ومن قبل الموساد الإسرائيلي. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. أستاذ عمر، هي بالنسبة مفهومة من قبل حزب الدعوة والمالكي، هو من دمر العراق والشعب العراقي المالكي وحزب الدعوة، هاي المنجزات مالاتهم. يعني هم خلوا مدينة عامرة، خلوا إنسان هو معتقل ومختفي بالسجون السرية، خلوا هاي الكفاءات كلها دمروها، لأن كان النظام السابق هذا يقولون علي البائد. يا أولي أحسن النظام البائد وهذا الحكومة هاي العميلة اللي كلها أحزاب وميليشيات، كان النظام السابق ماكو واحد يقدر يعبر الحدود بكيفه ويكيت ويجي للشعب العراقي إذا مو فيزياء أو جواز. هسه الحدود مجلوقة، هذاك كان النظام ضابط الحدود وضابط العراق وعلاقاته ويا الدول ودول الجوار وكل يعني رأس العراقيين مرفوع كان. هسه ماكو، دمر والشعب العراقي دمره بالكامل. لأنه هو هسه إلاكو محاكم جنائية دولية، إلاكو محاكم صحيح تحاكم المالكي على جرائمه بالعراق، سوى بالموصل، سوى بالإنبار، سوى بهاي المحافظات صلاح الدين، مو دمرت ميليشياته وأحزابه، مو دمروا الشعب العراقي. نعم. فاليوم طلعوا مسجون وقالوا هذا مسجون خلنا نطلعه، هذا بريء طلعوه. هم جايين متامرين على الشعب العراقي، بس الشعب العراقي امتى يوعى وامتى ينهض وامتى يحرر نفسه؟ نعم. أنا أشكرك أبو أحمد. وإحنا نطالب أستاذ عمر محاكم جنائية دولة إن يحاكمون هاي العصابة هاي والزمرة القاعدة بالخضراء. نعم. وهاي المليارات مال الشعب العراقي كلها طلعوها برا يا أستاذ عمر. يعني لسه شعب نايح، شعب متسول، يعني لا حصة تموينية، لا قضاء، متشان صدام حسين حكم الوجبة كاملة يستلمها. نعم. حتى موس الحلاقة يطول. سلاموش علاقة ولا دهين ولا شكر ولا شاي ولا كل شيء. نعم. من إجازات أستاذ عمر دمروا الشعب العراقي. أنا أشكرك أبو أحمد. من إجازات حزب الدعوة بوكيت المالكي قال إحنا زودنا البطاقة التموينية 3000 دينار، يعني هذا اعتبره إنجاز. حصر السلاح بيد الدولة، يقول حصر السلاح بيد الدولة،
احنا عندنا اليوم بالعراق يعني تقريبا 60 فصيل من الميليشيات واكثر من 120 الف مقاتل في هذه الميليشيات. طبعا ونتذكر انه احنا في احدى الانتخابات انه كان المالكي يعزم شيوخ عشائر ويجيب وجهاء ويوزع لهم سلاح ويحلفهم بالعباس حتى ينتخبوه، يقول لك الجماعه حصر السلاح بيد الدوله، وما اعرف هذا السلاح اللي منتشر اليوم في العراق والاغتيالات اللي موجوده في العراق ما اعرف شو نفسرها، هل هذا حصر السلاح؟ يقول لك القضاء على الفتن والتمييز بين العراقيين. زين الخطاب الطائفي اللي كان المالكي يطلع علينا يقول لك ذولا احفاد يزيد وذولا احفاد الحسين وبيننا وبينهم بحر من الدم، والمجازر اللي صارت مجزره الزرقاء ومجزره الفلوجه 2013، وقال وما قدر رئيس حكومه ما قدر يحل موضوع مظاهرات تظاهرات سلميه خرجت في الانبار وصلاح الدين ونينوى وحل الموضوع بالتي هي احسن وتنفيذ مطالب بسيطه ومشروعه، ما قدر يحلها، دخلونا داعش ودخلوا العراق في دوامه ودمر البلد بسبب طائفيتهم، طائفيه هذا الحزب، وكذلك مجزرة سبايكر بسبب سياساتهم. يقول لك القضاء على مصادر الإرهاب، يعني مش نذكر احنا واحدة اثنين ثلاثة، شو هسه ده يقول لك والله داعش راجع يهدد العراق ويقول لك الجماعة القضاء على الإرهاب، اي قضاء على الإرهاب؟ زين والتفجيرات اللي تصير كما اشرنا كل ما تزاعلون بيناتكم، ابرزها اللي صار تفجير الكرادة مع الأسف وراح حوالي 300 شخص يعني قبل العيد راحوا بالتفجير، سيطرة ما قدرت تلزم سيارة مفخخة. قال لك القضاء على مصادر الإرهاب. رفع المستوى الاقتصادي للبلاد ما شاء الله، يعني احنا اذا نحكي على الارقام، ارقام وزارة التخطيط 2018 تقول لك اكثر من 22% يعني نسبة البطالة بين الشباب العراقي. طبعا هاي النسبة شو يقول مركز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط، يقول هاي النسبة تشمل فقط الفئة العمرية بين 15 سنة و 29 سنة، يعني العمر 30 31 2 إلى 40 هذا ما مشمول، بينما المرصد العراقي لحقوق الإنسان يقول نسبة البطالة بالعراق 59% في عام 2018. يعني هذه، وصندوق النقد الدولي طبعا قال أكثر من 40%، صندوق النقد الدولي في هذه الإحصائية. نعم اكو اتصال، محمد بن عمان، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ محمد بن عمان، يبدو اننا فقدنا اتصال مع محمد بن عمان. خلونا نقرا بعض رسائل واتساب. يقول الله محيي قناه الرافدين، القناه اللي تنقل صوت المواطن العراقي. يقول ما نقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل، على هيش حكومه ضيعت الشعب الاصيل. رسالة من أبو همام يقول السلام عليكم، يقول يا أخي الناس كلها تشتكي من الأحزاب ومن سرقاتهم، بس راح بعد كم شهر راح تجي انتخابات المحافظات وشوف الناس اللي تشتكي قسم منهم شلون يركض وياخذ أهله ويروح ينتخب الفاسدين نفسهم ب 25 ألف لو بطانية لو كارت رصيد مع الأسف. يقول أبو عمار من السويد يقول السلام عليكم، يقول إنجازات حزب الدعوة، سرقة خزينة الدولة، تسليم الموصل لداعش، زرع الطائفية بين الشعب، القتل والإبادة الجماعية، استلموا سلة الحكم من المجرمين الجعفري والمالكي والعبادي، سرقوا وقتلوا ونشروا الفساد في كافة دوائر العراق، وأخيرا إن شاء الله نراكم قريبا يقول في المحاكم العراقية العادلة وليس المحاكم المسيرة من قبلكم. نعم يقول نرجو من قناة الرافدين فضح الأحزاب الفاسدة والعميلة التي سرقت أموال الشعب، تريليون 900 مليار دولار حزب الدعوة وغيره لا يمثل الشيعة والتشيع بالفعل. نعم رسالة أخرى يقول فيها حزب الدعوة أكبر ظالم في بقاع الأرض، يقول أسس هذا الحزب في بريطانيا في السبعينيات كما يقول، هاي الحقيقة المعروفة كما يقول. من الأرقام أعزائي المشاهدين، طبعا نسبة الفقر في العراق يعني في عهد حزب الدعوة وصلت إلى أكثر من 41% إلى أكثر من 41% في عام 2017. نجيب قالت بأن معدل الفقر في العراق، وهي عضو اللجنة المالية، قالت بأن معدل الفقر في العراق وصل إلى أكثر من 35% في أعلى معدل تصل إليه
البلاد منذ نحو 100 عام منذ الانتداب البريطاني للعراق. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شنو رأيك من إنجازات حزب الدعوة؟ يعني اللي يقرا اسم حزب الدعوه الاسلاميه نعم كانه هو حزب سيقوم بتغيير العراق ومن ناحيه الفكر والمفاهيم وفكريا وروحيا ويحرر البلاد من اي صدمه فاسده ويقوم بعمليه تحرير البلدان الاخرى ويصبح العراق نواه للعالم الاسلامي ودعوتهم الى الاسلام. نعم. يعني هذا اللي من اسمه يعني بس اثبتوا اعضاء حزب الدعوه استاذ هو نحكي انه صار لنا 15 سنه حزب الدعوه يعني نفحوا في حكمهم الاستبدادي واحنا قاعدين نتفرج عليهم. يعني احنا الشعب هو صاحب اللي اقدر اقوله انه هم احنا ثبتناهم بمكاناتهم واحنا ايدناهم من بداية 2003 ولحد قبل سنتين. ليس لانه قبل سنتين صارت الحديدة حارة على الشيعة لانه الشيعة ما استفادوا من هذا الحكم ما استفادوا. يعني اعطيك مثل عندما صدق المنطل سبايكر 1700 شهيد 1700 شهيد وين راحوا؟ زين هذا يعني عطي الشعب انتم ما حرقتم قلبكم على ابنائكم ما قال طالبت حزب الدعوه انه وين راحوا اولادنا؟ زين يعني هذا السبب انت لتلوم على حزب الدعوه لا. احنا الشعب العراقي لانه صار لنا 15 سنه احنا قابلين بهذا الوضع قابلين بهذا التدمير قابلين بهذه القيادات الفاشلة وأثبتوا فشلهم خاصة الجعفري ونور المالكي والعبادي والعادل عبد المهدي أخيرا زين أستاذ no. يعني العراق صار إلى مرحلة وصل إلى مرحلة أنه لا يفيدنا حزب الدعوة ولا تفيدنا قياداته وإحنا يعني بس حصلنا على دمار فيعني ماكو حال من الشيعة يعني هل صحيح أن كل الشيعة آمنوا بحزب الدعوة وثبتوا وهسه يجدون أن يتحركون ليش ما في قيادات شبابية تقوم بعملية التغيير وشسنا يعني تقوم بعملية الوقوف إلى جانب الشعب العراقي. أنا دا أشوف العراق كله عبارة عن حجارة عبارة عن تدمير زين ليش رجال الدين بالبداية وإلى الآن رجال الدين رجال الدين السنة والشيعة هم قاموا بعملية تثبيت السلطة الشيعية الحاكمة والجائرة بحق الشعب العراقي بكل أطرافه هي اللي سوت الفتنة هي اللي سوت القتل هي اللي سوت الفقر هي سوت الحرمان كل نسمع صراخ الشباب بالسجون نسمع صراخ الأمهات يطالبون بأبنائهم. أنا أشكرك أم عبد الله كانت معنا من بغداد. يقول في النقطة مكافحة الفساد 550 مليار دولار بحسب لجنة النزاهة البرلمانية يعني أهدرت على مشاريع وهمية في السنوات السابقة 550 مليار. هذه لجنة في داخل البرلمان. احتياط العراق انخفض من العملة الأجنبية من 68 مليار في العام 2015 إلى 49 مليار دولار في عام 2017. هذه أرقام البنك المركزي العراقي. بقي العراق في عهد حيدر العبادي وهو قيادي في حزب الدعوة كان رئيس الوزراء ضمن أكثر الدول فسادا على مستوى العالم. منظمة الشفافية العالمية تضاعف الديون العراق وبفوائد كبيرة إلى 123 مليار أي ما يمثل 63.8% من إجمالي الناتج المحلي. هذه أرقام صندوق النقد الدولي. أكثر من 41 مليار صرفت على الكهرباء. هاي يتحدثون عن إنجازات الجماعة على الكهرباء والكهرباء لغاية الآن تشتغل ترافيك لايت في العراق. أكثر من 5 ملايين نازح في عهد حكم حزب الدعوة وبسبب سياسات العنجهية. أكثر من 5 ملايين نازح بالضبط 5 ملايين و400 ألف شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة. أكثر من 114 ألف ضربة جوية من قبل التحالف الدولي. مقتل أكثر من 40 ألف من أهالي الموصل.
4000 جثة ما زالت مطمورة تحت الأنقاض. نسبة الدمار في الموصل وصل إلى أكثر من 80%. حصار الفلوجة سنتين، أكثر من 3000 مختطف من الأنبار في من قبل الميليشيات الصقلاوية والرزازة وغيرها، ونكر في وقتها حيدر العبادي هذا العدد وقال لك العدد قليل، وشكلوا لجنة في وقتها برئاسة فالح الفياض، يعني هو القاتل وهو القاضي. أرقام كثيرة، أكثر من 5 ملايين طفل عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية بحسب أرقام اليونيسف في عام 2017. هذه الإنجازات على الأرض، وصراحة لا تكفي حلقات، ما نقول حلقة، حلقات لا تكفي من تفنيد هذه الادعاءات على أنه حزب الدعوة قام بإنجازات. إنجازات نقدر نشملها أنه قام بتدمير العراق على شتى الأصعد، المحاصصة والطائفية يعني العملية السياسية ماذا جلبت للعراق، الاقتصاد منهار، البطالة، الفقر، ارتفاع نسبة المخدرات، وعادل عبد المهدي يقول المخدرات تجينا من الأرجنتين، وقائد شرطة البصرة في تصريح قبل 4 أشهر فقط، أقل من 4 أشهر، قال رشيد فليح قائد شرطة البصرة، قال أكثر من 80% من المخدرات، وقال أحكيها وبكل صراحة، قال أكثر من 80% من المخدرات تجي من إيران، وليس كما يدعي عادل عبد المهدي رئيس الحكومة أنها جاءت من الأرجنتين. والله الوقت يعني انتهى مع الأسف. نشكر المتصلين ونعتذر ممن اتصلوا ولم نستطع الإجابة عليهم بسبب ضيق الوقت. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.